زار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد. أكد شيخ الأزهر والبابا على أهمية الالتفاف حول النسيج الوطني، حيث أشار الدكتور الطيب إلى أن هذا التحاب والتواد الممثل في التهنئة بالمناسبات الدينية والاجتماعية ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات كما يصوره البعض، ولكنه يأتي انطلاقا من الفهم لفلسفة الدين الإسلامي الحنيف، ومؤكدا على ضرورة التحام المؤمنين بالأديان والتفافهم حول قيمهم الأصيلة للدفاع عن أزمة الإنسان المعاصر ومجاة هذا الطوفان الذي يستهدف القضاء على القيم الإنسانية.